اختتمت بقوة دفاع البحرين صباح اليوم فعاليات التمرين المشترك حمد 3 والذي نفذته الأسلحة التابعة لقوة دفاع البحرين والقوات المسلحة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك بحضور اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية. ونفذت خلال مجريات التمرين المشترك حمد 3 عدد من التكتيكات العسكرية الميدانية وفق تسلسل الخطط المعدة لتطوير القدرات العملياتية والجاهزية القتالية وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة بجمهورية مصر العربية الشقيقة. كما ساهم التمرين في تحقيق المزيد من التكاتف والتآزر والتلاحم والارتقاء في الأداء العسكري والتعاون والتنسيق الأخوي القائم بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى رفع القدرة القتالية بمختلف المستويات العسكرية لتكون مختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين في أعلى مستوى من الجاهزية والاستعداد والتأهب لمواجهة مختلف التحديات.